السؤال كيف ينبغي الآن أن نتعامل مع من؟ مع هذه الدعوة. طبعا هذه مو أول مرة، نحن أيضا مررنا بهذه المرحلة في القرن الثالث والرابع الهجري، عندما ترجم كل التراث اليوناني والهندي والفارسي وجاء إلى العالم الإسلامي. ماذا فعلوا حتى استطاعوا أن يجعلوا من هذه الترجمات يصنعون حضارة إسلامية وبقيت تحكم العالم وتكون مركزا للإشعاع والنور في العالم إلى القرن السابع والثامن من الهجرة؟ ولكن إحنا جاي نسوي هسه، شوفوا انظروا كم كانت المؤسسات الدينية في تلك القرون قوية وفاعلة ومجددة ومبدعة، وكم هي مؤسساتنا الدينية في زماننا ماذا؟ شنو؟ خاملة، نائمة، ميتة، متخلفة. لأنه أولئك من هذه الترجمات حولوها إلى ماذا؟ إلى امتياز للفكر الديني، واستفادوا منها لبناء ماذا؟ حضارة جديدة، مو فقط فكر جديد، حضارة جديدة، الحضارة الإسلامية. إن شاء الله إذا صار وقت مولانا أجيب لكم بأنه أساسا في ذلك الزمان اللي لم يكن يعرف اللغة العربية كان متخلف. لماذا؟ لأن لغة الحضارة والمدنية مكتوبة باللغة العربية. أجيب لكم إياها إن شاء الله إذا صار وقت، بكرة أجيب لكم إياها. أنهم من لم يكن يعرف، لأنه مركز الحضارة وين كانت؟ كانت بغداد، المدنية كانت هناك. ما أدري واضح؟ أما الآن إحنا صرنا الآن ننتج لو فقط نستهلك. إذن ماذا نفعل؟ واقعا ماذا ينبغي علينا أن نفعل؟ حتى نرجع إلى بحثنا الأصلي لنرى أن القرآن ماذا قال بعد أن قرأنا هاي النظريات التطرفية من قبل الذكور من قبل الإناث، ماذا يقول القرآن في هذا المجال؟ والحمد لله.